هاته مدرسه تتربع على 7 اقسام قرانيه، وقاعه للانترنت، وقاعه للمكتبه، ومسكنين وظيفيين. انطلقت الاشغال بها من سنه 2017، وتمت الاشغال في المدرسه القرانيه ومسكن وظيفي، وتم تدشينها اليوم، وهي عامره بالقران الكريم وبنساء محو الاميه، وطلبت ما قبل التمدرس، واليوم وجدتها كل الاقسام مملوءه نتيجه لاستقبالهم لاطفالنا وابنائنا المتمدرسين في المدرسه الصيفيه. فبارك الله في الجمعيه الدينيه. حفظ صوت تكاتا والزلزلة والهمزة عجبتني المدرسة القرآنية. عندي أسبوع أنا كان علي في المدرسة القرآنية وعجبتني هذه المدرسة القرآنية بزاف. أتمنى أن أحفظ القرآن الكريم كاملا. أتيت للمدرسة الصيفية لأحفظ القرآن الكريم.